السلام عليكم مشجعين قناة الضحى غانم، اش اخباركم؟ لاباس عليكم اليوم على التاريخ، واحد الموضوع جديد اللي دائما كنتو كتسولوا عليه، بالنسبة للسيدات اللي كانوا كيسولوا على الحوايجات ديال الدريات الصغار ديال الدراري الصغار، يعني ما تحتش لي الفرصة باش نجيب لكم محل وتعرفوا فين كان، ولكن ها هي الفرصة جات غير بوحدها إن شاء الله، غادي نخليكم على الفيديو، عندو كسيوات وداك الشيء كيفن كيحمق، دي شوميز ديال الدبابة كيما كتشوفوا هنايا داك الشيء فن زوين، وحتى الثمن غادي يكون مناسب إن شاء الله وبإذن الله، غادي نخليكم مع سلسلة الضحى غانم. الناس كيفما كتشوفوا كاين هاد الجيلي هذا زوين مع هاد التريكو. شوفي اسماء، شوفي سريويل صغيور زوين. ايه واخا الا ممكن تجبديها لي انت. مرحبا بك في قناتي ضيفه الشرف راه اسماء. هانتوما زوينه وغزاله، فنه غزال، هادشي غزال يعني كتلبسي. ايه زوينه، ولا لاحظتي راه السروال اللون اللي في السروال راه هو يعني اللي في الديزاين، يعني البيسة أنيقة. أخي بشحال هذه بشحال؟ هذه 250 درهم، 3 بياس 250 درهم. هي نشوفوا البيسة واحدة أخرى، نشوف هذيك أسماء. هي حتى هذه زوينة، وهذه الثمن ديالها بشحال؟ حتى هي 250 درهم 3 بياس. هي واو هذه هائلة، هذه كلاس، هذه فيها جوب البنات كيف ما كتشوفوا، وهنايا تيبقى واحد ميني مونطو يعني زوين بزاف. غنشوف الجوب، واو هذا الشيء كيحمق، هائل هذا الشيء. وهذه الثمن ديالها؟ هذه 280 درهم. هي عندك ما يدير، عندك حويجات زوينين. نشوف هذه، واو هذه كلاس، هذه زوينة بزاف. شوفوا هذه حتى هي البنات، هذه زوينه كيف ما كتشوفوا، فيها تريكو وفيها واحد المونطو حتى هو ميني مونطو، فيه هذه الموزونات هنا كيف ما كتشوفوا. نشوفوا لا جوب ديالها وين يخشد شي كيحمق. هذه ماشي جوب البنات، هذا ميني شورت كيف ما كتشوفوا. انا كيصحاب ليا جوب، هذا ميني شورت مخير زوين، وحتى الثوب فني هو عجبني هذا الشيء، كيحمق هذا الشيء مصا. هذه الثمن ديالها، هذه البيضه، هذه هادو كاملين 280. هي صافي وصافي ولدي لينا ضحى. هي ان شاء الله اختي قريب نتناسبوا انا وياك. مرحبا بك. هي هذه حتى هي زوينه، وعرفتي هاد الحوايج الدراري الصغار، شوفي اختي كيحمق هذا الشيء غزاله. هبطي شويه عافاك اسماء. هي وفيها هاد العقيقات هنايا، فنه غزاله. شوف شوفي الشورت، في ميلي شورت شحال غزال تبارك الله، هذا الشيء فني وغزال. هذه حتى هي 280 درهم البنات، البيسه كامله مكموله، البنوته ديالك. هي نشوفوا حاجه اخرى اسماء. شكرا اسماء على المعاونه ديالك، صديقه وحبيبه ديالك. هي هبطي هاد الكيه زوينه، هذه حتى هي فنه، هذه غزاله، هذه كتبقى كسوه. نشوف هذه واش بالكميم ديالها اسماء. هذه كسيوه هكا، كتبقى بالكميم ديالها كيف ما كتشوفوا، وفيها هنايا ديكارو اللي كيبقاو بالغوز والكري كيف ما كتشوفوا، ومعها ميني مونطو ديالها، يعني كسيوه فنه. عشي اش اولدي شي تستيفه ديال الدريات وجي بقيت تلبسي فيهم، صار ما عنديش البنيات ان شاء الله. هذه الثمن ديالها اخويا، الثمن ديالها هذيك 270 درهم. ايه واو واو، هائله هائله زوينه، هذه غزاله فنه بزاف. هذه حتى هي كسيوه بالكميم ديالها، كلشي على المنطق. هادشي كيحمق والله. هذه الثمن ديالها اخويا 270. ياه 270، عرفتي اسماء الا نفعتيني في واحد راهي واحد البيسه بانت ليا لي يا اسماء، انا وصلتي لها، ما وصلتيش صافي صافي بلاش ما نعذبك. نشوفوا هادي اياه، يعني هاد البيسات اللي عندك شنو السن اللي فيهم؟ يعني تقدر تحدد لي عام، عامين، ثلاث سنين، على حساب كاين من عام حتى لاربع سنين. يعني ها نتوما اللي بغات تمتع البنيات ديالها وتلبسها لباس انيق، تجي عند الاخ يونس ياك، تجي عند يوسف، راه غادي نخلي لكم النمره ديالو كيف ما كتشوفوا البنات. يعني كاين سروال سليم وفيه واو هادشي زوين، فيه هاد السميطه هادي اللي على هاد الشكل. نشوف الشوميز مزيان نحقو فيها، زوينه والله الا غزال، هادشي فنه. هادي الثمن ديالها خويا يوسف 340 درهم، ولكن راه باينه لا كاليتي، وحتى اللبسه كتبان كلاسيه تبارك الله. عندكم هادشي غزال. يلا اسماء من اختيارك شي حاجه. واو شوف هذيك، اييه هذه اش هذه من تشهيجه. لا لا بنت اختك وكانت كبيره غتجا خطيره وحق الله. هذه زوينه، هذه كتبقى حتى هي زوينه، هذه الحضور مثلا
هي تكون شي مناسبه زوينه وحتى الثوب ديالها راه مبره ياك الثوب ديالها مبره وزوينه سخونه وفيها مضوبله من الداخل هذا جوج حال قال لي فيها هذا المونطو هذا ميني مونطو كيف ما كتشوفي زوين هذا هائل هذه الثمن ديال اخويا 380 درهم اياه يلا تبرع اياه زوينه هذه غزاله فنه والله الا غزال زوينه فنه غزاله بزاف كيف ما كتشوفوا عليكم سلام هذه ما عندهاش الكميم وفيها ديكارو هنايا كيف ما كتشوفوا وفيها هذه هنا ملي كنت نقصوا كيف ما شفتوا البنات وفيها بحال شنو سميت هذه اسماء اللي كيديروا العيالات فيها جلال برا نسيت على اسمها هذه الشوكه اللي كتجمع هذا المونطو اياه هذه الثمن ديال اخويا اياه 380 بلاتي اسماء شوفوا هذه ها انتم البنات شوفوا هذه غزاله ما شاء الله زوينه وفنه كيف ما كتشوفوا هذه تتبقى كسيوه هكا ومعها البوليرون ديالها وفي هاد الشوشات هادو اللي كنعرفوهم دائما كيكونوا في الجلالب ولكن عاطين واحد الجماليه وواحد ستيل زوين كيف ما كتشوفوا يعني البنات الاخر عنده ما يدار كنتمنى انكم تجيو وتشوفوا هادشي بعينيكم راه غادي نخلي لكم النمره باش تتصلوا به وتاخذوا اي حاجه وهذه الثمن ديالها هادي هذه سيرفي 270 درهم هذه 3 بياس 3 بياس دونك البنات هانتي فيها سروال اسبرو واو هذه البنات ثوب غليظ شوفي اسماء ثوب غليظ ويعني البن وتا الى لبسات راه غادي تلبسي حاجه سخونه يعني الوقايه خير من الف علاج ياك كسيتي عنده ولدك عنده شي حاجه زوينه اياه زوينه هذه هادشي عندك زوين انا بانوا لي هاد السيرفيت هادو اسماء شوفوا هادو هاد لونسومبل هذا دو بيس بشحال كيدير هذا 200 درهم اياه ها نتوما البنات هذه كدير 200 درهم هذه ودابا غادي ننتقلوا لي بيبي يلا ها نتوما متعوا ليا راسكم اللي ما شريت نزه واللي ما وليت نزه يجي عندي يوسف ياك يوسف سميتو كي يوسف هذا راه كنقول هذه هي هذه زوينه هذه الثمن ديال اخويا 120 درهم يعني اللي بغاتكم كادو علاش لا اللي بغات تفرح شي بيبي صغير زوين هادشي زوين الله يلفن هادشي غزال اياه حتى هذه زوينه وهذه الثمن ديالها 140 درهم الثمن يعني زوين والله الا لبسه 3 بياس مجموعه احسن من الانسان يبقى يمشي يقلب انا عجبتني هذه عاوتاني شوفوا هذه هذه حتى هي زوينه بزاف زوينه غزاله فيها هذا البوليرو زوين هذا الشيء غزال هادو حتى هما هادو تصفيو كيبقى ثمن واحد هذه الثمن ديالها شحال البوليرو 150 درهم واو شوفي هذه اسماء فنه غزاله هذه الثمن ديالها بشحال 130 درهم ها نتوما البنات شوفوا كاين ما يدار كاين ما يتشرى كاين ما يتشاف اللي بغات كادو تجي عند الاخر غنخلي لكم النمره ديالو وعنده شي حويجات زوينين وحويجات ديال تركيا بالنسبه للي بيبي وراه فيهم لي طاي كيف ما كتشوفوا وحتى السبيبطاش اياه ها نتوما البنات كادو واو اللي بغات كادو اياه اياه واو هذه 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 كومبلي بشحال هذه مانطا غونويا ليكون شابو سبابيت طريبيش 280 درهم والله الا بلي كومبري ديالها ب 280 فيها البنات وفيها الاولاد اياه يعني كادو كومبلي هي ها انتم البنات شوفوا هاد الموديلات اللي هنايا البنات كنتمنى انكم غادي نخلي لكم النمره عيطوا للاخ وخذوا من عنده هادشي راه عنده زوين كيحمق اللي بغات تكسي الوليدات ديالها وهادو الثمن ديالو هاد الثمن ديال هاد هذا هذا 80 درهم 80 درهم يعني عندك يعني يعني ابتداء الثمن شنو ابتداء من 80 80 70 على حساب على حساب لا كاليتي وعلى حساب حتى اياه هادشي عندك زوين وهذه بشحال كتبقى هذه هذا كاش بيبي هذا كاش بيبي بشحال هذا هذا داير 150 150 درهم ها نتوما البنات شوفوا راه كاين ما يدار عشان رجعنا عندك واحد الوقيته المهم شكرا على على الاستضافه شكرا لك بزاف بزاف هي ها حتى هادو زوينين زوينين هادو او زوين هذا شوف شوف كيحمق يا خشيتي الامير هذا الثمن ديالو شحال داير شحال الثمن ديال هذا 250 250 في لي بونتو هي شوف هذاك البيضه اسماء واو زوين هذا اها وهذا الثمن ديالو بشحال بحال بحال
يعني واخا الطاي كبيره نفس الثمن. اياه شوفوا هذه، اياه هذه حتى هي زوينه غزاله. وهذه الثمن ديالها كلهم ديال البري ديال الفلوس. يعني داير هذه ثمن واحد ميم بري. اياه انا غادي نشوف. واو زوينه هذه، فنه غزاله، يعني ثمن واحد للصغير ولا الكبير. اياه هانتي هانتوما حتى هذه الزرقاء زوينه غزاله عجبتني كيف ما كتشوفوا، زوينه هذه فنه. شي عندك غزال دونك البنات كيف ما كتشوفوا راه عندهم حتى حويجات ديال الدراري الصغار، من بينهم جاكيطات، من بينهم سراول ديال الجين، وشي جاكيطات فنين غزلان بحال هاد الخزيه هادي مثلا. ها نتوما هادو 3 بياس ياك اخي، اخي هادو 3 بياس، والسروال تيبقى سليم. هادي الثمن ديالها بشحال؟ هادي دايره 260. هادي 260 واخا الا ممكن تهضر غير بالعربيه حيت كاين شي ناس. المهم سمحوا لنا ما قارينش وكيبغيو يتسنطوا. تيبقاو الثمن الاخر ديالهم تيبقاو 250. 250 درهم. اياه 250 درهم هادي. وكاينه هاد الصفره هادي غزاله، ها نتوما هادي 300 درهم هادي. وجي نقصوا ان شاء الله. اياه دونك نتوما دابا اللي جا عندكم، الا جاو عندكم الناس غادي نتهبطوا لهم الثمن ضروري ضروري ضروري. ما غادي نديروا بخي جو ديروا شويه الملحه. بري ديال العائله غنديروا معكم، بري ديال ضوحه. لا لا يخطيك. اياه وهذه الثمن ديالها هاد الحمامره هادي. هذيك الثمن دايره 230. هذه 230 درهم 3 بياس كومبلي البنات مخيره. ها نتوما البنات كنتمنى انكم تجيو عندهم، راه غادي ندير غادي نحط لكم النمره، كنتمنوا تجيو تاخذوا تقداو من عندهم حيت عندهم ما يدار. ومن بينهم البنات ها نتوما راه كاينين شي سيكان ديال لي بيبي بالنسبه للسيدات اللي كيحتاجوا السيكان ديال لي بيبي، ها هما كاينين البنات. المهم البنات كنتمنى هذه الحلقه تكون خفيفه ظريفه على قلوبكم، اللي هي جات غير بالصدفه. وكنتمنى انكم تبارطاجيو هذا الفيديو، كنتمنوا تجيو تزوروا الاخ وتاخذوا من عنده، راه كيدير حتى لا ليفريزون. المهم البنات خليت لكم الراحه، الله يسهل عليكم.